السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله راح نبقى مكملين مع الحلويات الجزائرية، واليوم خيرت لكم أيضا نوع جديد اللي راح نشوفوه لأول مرة اللي هو تشراك المخبل. بالنسبة لاسم المخبل هو عبارة عن حلوة تقليدية قديمة، لكن راح نعاود نقدمها بشكل مختلف، وأيضا راح نعطي لها تدرج في الألوان اللي راح يخلي الشكل تاعها جد عصري. نتمنى فقط الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. أما المشاهدين اللي راهم يشاهدوا فينا لأول مرة، نتمنى فقط منكم أنكم تشتركوا في القناة بضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس، وأيضا ترك لنا تعليق إذا عجبكم الفيديو. مقادير وصفة اليوم: راح نحتاج 375 غرام من الفرينة أو الدقيق الأبيض اللي هي 3 أكواب. نحتاج أيضا نصف كوب من خليط السمن والزبدة، اللي ما عندوش السمن يقدر يستعمل فقط الزبدة أو المارغرين. نحتاج القليل من المزهر، 20 غرام من السكر الناعم اللي هو حوالي ملعقة أكل، عندنا أيضا رشة من الملح، ونحتاج الكاكاو البني، ونحتاج أيضا الكاكاو المر أو الكاكاو الأسود. نجوز الآن شوفوا طريقة التحضير. راح نبدأ بسم الله في طريقة التحضير. في الأول كما تعودنا دائما نعاود نغربل المواد الجافة. عندنا الكمية تاع الفرينة، راح نضيف عليها أيضا ملعقة من السكر الناعم، ونضيف عليهم أيضا رشة من الملح. نعمل حفرة في الوسط، نضيف الكمية تاع السمن والزبدة ليكونوا دافيين، وراح نبدا نرمل في الخليط. من بعد راح نقسموا هذه الكمية على 2، يعني لاحظوا معنا نقسموها بشكل تقريبي. هذا الجزء راح نخلوه باللون الأبيض، راح نضيف له كمية من المزهر. هنا المزهر راني عاود سخنته، لازم تسخنوا المزهر تاعكم لأنه السمن راح يبرد وراح يجمد. حبيتوا تخلطوا الماء والمزهر أو تستعملوا فقط المزهر. يعني غير نلقاو العجين تاعنا نطم نتوقفوا، ما راحش نعجنوا. لاحظوا القوام تاعو كيفاه يكون، راح نغطيه ونخليه جانبا. والكمية تاع العجين اللي بقات لي راح نقسمها على 3 بشكل تقريبي فقط. ودائما كي تبداو تلونوا في الملونات ابداو باللون الفاتح. راح ندير كمية خفيفة فقط من الكاكاو البني، وراح نضيف لها ايضا كمية من المزهر. يعني لاحظوا اللون اللي راح تحصلوا عليه، يعني يكون متغير شوية فقط على العجينة الأصلية. والعجينة اللي بقات لي أيضا راح نزيد نقسمها على 2، وحدة راح نعمل فيها كمية من الكاكاو البني هكذا، ونزيد بنفس الطريقة نحضروا الكمية الثالثة بالكاكاو الأسود، وراح نخلو العجين تاعنا جانبا يرتاح حوالي ساعة. هنا فيما يخص الحشو راح نحتاج 100 غرام من اللوز اللي يكون مطحون، وعندنا أيضا 100 غرام من الجوز. يعني في هذه الوصفة لازم اللوز والجوز، يعني ما نقدوش نخدموها بالكاوكاو باش تبقى محافظة على نفس الذوق نتاعها. راح نضيف عليها كمية من القرفة، وراح نضيف عليها أيضا 100 غرام من السكر اللي نكونوا عاودنا طحناه، يعني نستعملوا السكر العادي ونعاودوا نطحنه، ونعاودوا نخلطوا هذو المقادير مع بعض. نضيفوا أيضا 1 صفار بيض، وراح نضيف أيضا كمية صغيرة من السمن أو الزبدة، يعني ملعقة تكون صغيرة، وراح نجمع هذا الخليط بكمية من المزهر. دائما نعاود نخلط المكونات في الوسط في الأول، نفتحهم كامل مليح، من بعد نبدأ نضيف في اللوز والجوز. يعني لاحظوا القوام تاع الحشو اللي لازم تتحصلوا عليه، الحشو تاعنا يكون متماسك ما يكونش طري بزاف. راح نعاود نغطيه وراح نخليه جانبا. هنا العجين تاعنا راه ارتاح، ومن كل لون راني ديت كمية من العجين، يعني حاولوا هذو الألوان يكون عندهم نفس الوزن، لكن اللون العجين الابيض حاولوا ان يكون شويه زياده عليهم. وراح نبدا نخدم في العجين تاعنا على شكل حلبوش، يعني فقط هذا اللون الفاتح راني ضفت له كميه اخرى، يعني كان خفيف بزاف ضفت له كميه اخرى. يعني حاولوا فقط انكم تمدوا لهم نفس الطول، وراح نقسم مباشره العجين تاعنا في الوسط هكذا. بالنسبه للطريقه اللي راح نحطوا فيها الالوان، هذا الامر يرجع لكم انتم، لكن انا راح نبدا يعني باللون البني اللي نكونو خدمناه بالكاكاو في الاول، راح نحطه في الوسط. نزيد الان قطعه من البني الفاتح نحطها على هذا الجنب، ونزيد قطعه ثانيه في الجنب الاخر. نضيف لي باللون الابيض، يعني طريقه تشكيل الالوان هذا الامر يرجع لكم انتوما. وفي الاخير راح نعملو لي بالكاكاو الاسود هكذا. نعاود نضغط عليهم شويه فقط، راح نبدا الان نضغط عليهم ونمد لهم فقط الطول، يعني ما نخلوش العجين تاعنا يولي عريض بزاف، لانه راح نفتحوا في آلة العجين، يعني اقصى حد لازم يكون 13 او 14 سنتيمتر، ما يكونش اكثر من 14 سنتيمتر،
لذلك نحاول الآن نضيق العجين تاعنا مليح. عاود نفتحه هكذا شوية، نرفعوه ونعمل رشة خفيفة فقط من الفرينة في الأسفل هكذا. الآن واش هنعمل؟ راح نعمل مسحة خفيفة فقط ببياض البيض ولا بالماء اللي يكون متوفر عندكم، ونعاود نطوي العجين تاعنا. يعني كملنا بياض البيض، لأن حنا نتأكد أنه الأشرطة كامل هذو راح تلصق مع بعضها. نعاود الآن نفتحوه شوية بالحلال، نعاود الآن نقص شوية فقط ليهم على الجوانب هكذا، يعني باه نضمن أنه العجين تاعنا راح يدخل كامل في آلة العجين. وراح نعاود نحكم عجينة باللون الأبيض، وراح نفتحها ونعاود نطويها على اثنين، وهذه العملية راح نقوم بها أيضا مرتين ولا ثلاثة حتى يتمسك عندي العجين مليح. وراح نعاود نفتح العجين تاعنا في آلة العجين، وآخر رقم نستعملوه هو الرقم ما قبل الأخير، يعني إذا كانت آلة العجين تاعكم رقم 6 استعملوا فقط رقم 5. وراح نبدأ نمسح فيه مباشرة ببياض البيض. هنا لازم نتأكد أنه راني دهنتها كامل مليح ببياض البيض. وراح نبدأ نفتح في العجين في آلة العجين، راح نفتحها في رقم 1 في الأول، ثم رقم 2، وآخر رقم راح نستعمله هو رقم 3. بالنسبة لآلة العجين رقم 6، آلة العجين رقم 7 آخر رقم نستعمله هو رقم 4، وآلة العجين رقم 9 آخر رقم نستعمله هو رقم 5. وراح نعاود نفتحها كامل، يعني في المنطقة اللي نفتحوا فيها الرشتة. هنا رانا وصلنا لأهم مرحلة، يعني في هذه المرحلة ركزوا شوية فقط كيف نحطوا العجين تاعنا. في الأول لاحظوا راح نحطوا على برا، يعني تحطوه برا على العجين لأنه العجينة وفيها البيض. نعاود نجبد شوية، كي نلقاوه بدا يلصق نبدأ نجبد غير بشوية في يدي. لاحظوا هكذا. من بعد راح نحكموا الحلال ونعود نجوزوه شوية فقط في الآلة، يعني ما تضغطوش بزاف. نعمل فقط رشة خفيفة من الفرينة في الآلة، وهذا العجين اللي يبقى لنا ما راحش نرموه، راح نعاودو نفتحوه ونخدمو به الطبقة اللي في الأسفل اللي عملنا عليها بياض البيض. يعني في الأول نديروها باللون الأبيض، من بعد نبداو نديرو فيها بهذا الزائد تاع العجين. نعاود فقط نرفعو العجين تاعنا ونعاودو نقلبوه. راح نحكم كمية من الحشو اللي يكون الوزن تاعها 25 غرام، وراح نخدمها بهذا الشكل ونهبطوه فقط على الجوانب. نحطوه مباشرة في هذه المنطقة، وراح نبدأ نرفع في العجين. حين نعملو دورة ونزيدو نصف، نقسم العجين ونعمل كمية خفيفة فقط من بياض البيض ونغلق. من بعد راح نعاود فقط نقرصوه في هذه المنطقة. في الجوانب راح نعاود ندخل العجين هذا اللي باللون الأبيض، ندخله كامل داخل ونقرصه باللون البني هكذا. نزيد أيضا في هذه المنطقة، يعني دائما ندخل العجين ونقرص. نزيد وحدة ثانية، يعني لاحظوا في الأول نعمل الدورة، نزيد نصف. ودائما نغلقوا فقط الجوانب هكذا. في الأخير راح نحتاجوا طابع ولا قالب اللي يكون القطر تاعو 7.5 سنتيمتر أو 8 سنتيمتر، من المستحسن ما يكونش أقل من 7.5 وما يكونش أكثر من 8، يعني بالحبة تاعكم الحجم تاعها يكون متوسط ويكون شباب. وراح نحتاجوا أيضا واحد يكون صغير، اللي ما عندوش هذا تقدروا تستعملوا أي بوشوي. في الأول راح نحكموا أول وحدة كنا حضرناها، راح نعاود نعطي لها شوية تعطل فقط، يعني لاحظوا نضغط فقط على الجوانب ونحاول نرقق شوية فقط في الأطراف. هذا القدر هكذا راهو كافي، يعني الطريقة تاع التشكيل تاعها راح تكون جد سهلة. نحطها مباشرة في القالب، وراح نبدأ نضغط بالأصبع تاعي مع طابعة تاعنا هكذا، يعني باه نمد الارتفاع للحلوة تاعنا ما تجيش هابطة هكذا. نعاود نحكم الطابع الثاني نحطوه في الوسط، ونبدأ نضغط أيضا بالطابع الصغير على الطابع اللي يكون كبير هكذا، يعني بالحلوة تاعنا تجي عالية ما تجيش هابطة.
من بعد نعاود نخدم شويه فقط الكروم تاعو هادو، لكن ما ديروهمش رقاق بزاف باه كي يطيبو ما يبسوش. يعني شوفوا ما شاء الله الشكل تاعو كيفاه يكون. يعني دائما في الاول نعطولو شويه تاع الطول فقط هكذا، ونخدم هذو الاطراف شويه ونرفعوه ونحطوه مباشره في الطابعه نتاعنا ونبدا نضغط. يعني هذه الطريقه تسهل عليكم الطريقه تاع تشكيل تشارك بزاف. من بعد نعاود نضغط فقط على الجوانب ونعاود نخدم فقط الكرون تاعو. يعني شوفوا ما شاء الله الشكل تاعو كيف هيكون. هنا بعد ما كملنا حضرنا الحلوه تاعنا في الاخير فقط راني رشقتها بالحبات تاع اللوز اللي كنا عملناهم في بياض البيض، وخليت الحلوه تاعي باتت ليله كامله. الان راح ندخلها الفرن اللي يكون مسخن مسبقا على درجه حراره 170 درجه، راح تدي لكم الوقت ما بين 15 الى 20 دقيقه، وراح نبدا نعسل فيه مباشره وهو سخون. هذه هي النتيجه النهائيه للوصفه تاع نهار اليوم. شوفوا ما شاء الله الشكل النهائي اللي رايحين تتحصلوا عليه، يعني التدرج هذا تاع الالوان راح يعطي له طابع وشكل جد مميز مقارنه بالشكل التقليدي اللي فيه زوج الوان فقط، اللون الابيض واللون البني. نتمنى فقط هذا الشكل اللي عملته لكم اليوم يكون نال اعجابكم. الان بقات اخر مرحله فقط، راح نقسم وحده وراح نشوفوا ايضا القوام. بسم الله ما شاء الله، يعني لاحظوا الطراوه ما شاء الله. هذه هي النتيجه النهائيه للوصفه تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله انها تكون نالت اعجابكم، ونتمنى ايضا انكم تجربوها. والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.